بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الرحمة على شهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا، والحرية لأسرانا المعتقلين. أنا الملازم أول عبيد يوسف المصطفى من مرتبات الفرقة 24 اللواء 55، أعلن انشقاقي عن الجيش والعصابة الأسدية وتشكيل كتيبة الشهيد الحاج محمود المحيسن في مدينة دمشق التابعة للمجلس العسكري بدير الزور لواء أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تقوم الكتيبة بحماية المواطنين العزل من عصابات الأمن والشبيحة التي سفكت الدماء واستباحت الأعراض وقتلت الأطفال والنساء، ولاشد رفاقا الشرفاء من ضباط وصف ضباط وأفراد بالانشقاق عن هذا النظام الفاسد والمجرم والالتحاق بصفوف الجيش الحر. وعاشت سوريا حرة أبية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.